أنا طراد عمر، أحد مؤسسين رابطة أسرعان في الأردن. الرابطة بلشت بالتزامن مع الحظر الشامل. أنا طبعاً من أصحاب الشعر، يعني أنا مش أصلع بالبداية، تمام؟ ولكن مع الإغلاقات اللي صارت، بتعرفي ما في حلاقين، وشعرنا طلع، أشكالنا تغيرت، حتى نفسيتنا أثرت، فتجرأت ورحت حلقت على الصفر. أنا بداية كانت عندي، بعد ما حلقت على الصفر رحت نشرت صورتي على حسابي الشخصي على الفيسبوك، وصار في تفاعل وتجاوب كبير، يعني حتى لدرجة إنه في أشخاص أنا ما بعرفهم صاروا يبعثوا لي صورهم على الخاص. عبد العزيز بحكم إنه يعني صديقي وعندي على الفيسبوك، شاف كمية التفاعل اللي صارت على الموضوع. يعني أنا صرت على حسابي الشخصي أنزل صور الناس بتبعث لي صورهم، فهو يعني حكى لي بدل ما تضلك تنزل صورهم على حسابك الشخصي، خلاص نعملهم مجموعة جروب مغلق وخاص تماما عشان يعني خصوصية الأعضاء، وينزلوا صورهم فيه مباشرة. بعد يومين مرة واحدة وبدون يعني أي مشاركات ارتفع العدد تقريبا ل4000. احنا تقريبا الآن يعني على وشك 28000، أغلبية من الأردن، ولكن المغتربين بالخارج، يعني احنا في عندنا حتى ضباط ارتباط بالخارج. فالموضوع كبر اكثر بعد ما ايضا طبعنا موضوع الاستيكرات تميز سيارات ومركبات السرعان او محلاتهم، صار في لقاء بين السرعان على ارض الواقع. بعد ما تم طباعه الاستيكر للسيارات عملنا نقاط توزيع داخل المحافظات من خلال الشركات والمحلات اللي اصلا هم اصحاب السرعان. الاستيكرات اللي انطبعت تجاوز ال 5000 6000، غير الاستيكرات اللي انطبعت بشكل متفرغ، وتحولت الفكرة من مجرد مزحة لمكان كبير بيجمع عدد كبير وضخم من السلعان. السلعان بين بعض على أرض الواقع صاروا يساعدوا بعض، بعض المساعدات أو بعض المواقف اللي صارت على أرض الواقع مع السلعان، مثلا أحد السلعان انحرق بيته، فشاركت مجموعة كبيرة من السرعان بموضوع التبرع بتجهيز بيته وإعادة تأهيره. كمان في بعض رجال الأعمال بالداخل والخارج أعلنوا عن دعمهم الكامل لمبادرات الرابطة اللي بتخص مرضى السرطان، وحتى أصحاب المصالح من السرعان، أصحاب المحلات أو المؤسسات والشركات، أي عضو بالرابطة بروح لعندهم وبيحكي إنه هو من رابطة السرعان راح يحصل على خصم فوري مباشر. هلا بالبداية أول ما أطلقنا الجروب كنا مانعين منع تام دخول أصحاب الشعر، تمام؟ ولكن بعد ما وصلنا رقم 15000 زادت طلبات أصحاب الشعر، وكان في رسائل كتير توصلنا على الخاص إنه يا جماعة الخير اقبلونا، يعني إحنا بندخل معكم. عنصر النسائي طبعا مرفوض تماما بالرابطة. تأثير الرابطة على الناس السرعان اللي هم أصلا سرعان، يعني ما صاروا سرعان زي حالاتنا وبعديها بلشوا، كان كبير كتير، يعني بطلوا يستحوا من حالهم. إذا حدا كان مفكر إنه يزرع شعر بتركيا، وكتير رسائل وصلتنا بهذا الموضوع إنهم لغوا الفكرة أساساً.